أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ يكتبون
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حوتي إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صدق الله العظيم.